وفي هذا الزمان إذا أقبل رمضان فإن جند الشيطان يحضرون البرامج الفاتنة التي تصرف الناس عن هذا الشهر، يعدون البرامج الهابطة والمضحكات والمسلسلات والتمثيليات التي تذهب بأسماع الناس وأبصارهم إليها، وهم يقولون نحن صائمون عن الطعام والشراب، لكنهم ليسوا صائمين عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا يتم التقرب إلى الله بترك المباحات إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فعلى المسلم أن يصون صيامه عن هذه الأمور، أن يصون سمعه ويصون بصره ويصون لسانه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصائم. أما من أطلق لسانه في الكلام البذيء وأطلق بصره في الحرام وسمعه في الحرام، فهذا وإن ترك شهوته وطعامه فإن الله لا يتقبل منه. فليس الصيام ترك الطعام والشراب فقط، وإنما هو ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى قبل ذلك من أنواع المحرمات. فعلى المسلم أن يصون لسانه وسمعه وبصره ويده ورجله وكل جوارحه عما حرم الله. هذا هو الصائم الذي صام ظاهرا وباطنا وأخلص النية لله. هذا هو الذي يحوز على أجر الصيام. أما من جاء بصيام شكلي مخرق ليس له حقيقة، فإنما حظه من صيامه الجوع والعطش. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.